Αχ, αχ, Ya Rabbi, και λέω τι ζάμπτω ζάνε. Αχ, Ya Rabbi, راح موت. لازم اعمل هالعملية. Ya Rabbi, دخلك مين بده ينزل يوقف بالصف بالضمان. اخ شو موجوعة. جمال يا ابني تنزل يا ماما بتوقف لي بالصف بالضمان، جيب لي الموافقة لاعمل عملية. ليه ما قلتي لي من قبل يا امي؟ على القليل ما كنت عذبت هالبنت وخطبتها. معك حق يا ابني، معك حق، حقك علي. لا ما فيك تترك البنت وتنزل. لا ما يا بنتي نزلي يا ماما وقفي لي بصف الضمان، جيبي لي الموافقة. ما بقدر يا امي، انا عندي امتحانات الترمينال بعد شهر، واذا انا هلا رحت على الضمان مش رح لحق الامتحانات. خدي كتبك معي. لا يا امي افهميني، مستقبلي اهم. بفهمك يا بنتي. اخ شو موجوعة. اخ يا ربي خلص ما في حل، انا رح موت. انا يا مرتي رح روح على الضمان. أنا عشت حياتي يا ولادي، أنا شبعان من الدنيا. أنتوا مش مجبورين تروحوا تتبهدلوا. هلا صحيح أنا معي رابور من الطبيب منعني في انزل على الضمان، بس ما عندي غير حل. أنت يا ابني اهتم بأمك وبأختك، وأنت يا بنتي جيبي لي بقجة السفر. وانت يا ابني عرسك بعد اسبوعين، ما تأجله. بس طمن لي بيلي، طمن لي قلبي، لما يجيك صبي شو رح تسميه؟ في اعز من اسمك يا بي عندي، حسميه مايكل داتسون على اسم هالمطرب الامريكاني اللي مات. عم يخربة قلبي ما بعرف، حاسة حالي رح ولد اليوم. تعرف شو يا قلبي؟ كتير عبالي شو جدن للولاد. جوزي ما صار إلا يوصل. انت جمال ولا سندرين؟ انا جمال. انت مين؟ وانت لما ما هيك؟ نعم. وانت الست منيرة؟ بس انت مين؟ انا دولي مرته لجمال، تجوزنا لما عمي نزل على الضمان. بالحقيقة انا صديقه للاستاذ فادي بالصف الطويل والنطرة بالضمان. والاستاذ فادي بيقلكن انه بيحبكم، انه بحبكم كتير كتير. جوزي بعد نطول. الاستاذ فادي خلص. الاستاذ فادي خلص، بقى مطول، يمكن يوصل على الطريق هلا باي وقت. انت مين؟ انا بيك. بيك امي. اشتقت لكم يا ولادي. من هي هالاموره هيدي؟ انا دولي مرته لجمال، جوزنا لما انت حملت حالك ورحت على الضمان.
يعني هيدا اللي بايدي هو حفيدي مايكل داتسون. لا هيدا احد احفادك. لحظه هيدا اسمه ياسر. يا داتسون يا مامي اترك الطاوله وتعال سلم على جده. روي جده جده يا ولادي. شو؟ واخيرا جبت لكم الموافقه على الضمان. يا بس لحظه، هلا بدي حدا منكم يا ولادي يروح على الضمان ليجيب لي موافقه لاني بحاجه لعمليه كثير ضروريه. بايام البرد ايام الشتا والراس يطير